أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فقرة ديوان الشباب. رحبوا معي بإخواني الأعزاء، معي أخوي منصور الحمادي، مرحبا فيك أخوي. مرحبا فيك. وأيضا معنا الأستاذ محمد العوضي، مرحبا فيك أخوي. مرحبا فيك. طول بعمرك. ديزرت سنايبرز، قناصين، إيش قصته منصور؟ قصته طال عمرك، إحنا سوينا مشروع. إي. بدايته كانت دعوة من الجيش الأمريكي. رحنا لهم، كانوا مسوين نفس ملعب البنتبول. إيه. اللي هو مثل ما تقول الاير سوفت، اللي هي الكور الالوان هذه. اي هذه في 2007 ما شاء الله. ورحنا وياهم، فدشت بالنا الفكره ان احنا ما عندنا بالكويت، كانت انا واخوي وناصر قلنا ان اساس ان احنا نسوي لنا شركه ونأسس هاللعبه هذه بالكويت. بال 2010 تبلورت هالفكره هذه عندنا، وبلشنا طلعنا الرخصة ما رخصة وهذا، وسوينا اللعبة بالكويت هنا، بس كانت لعبة خارجية، ملعب خارجية، وانت عارف جو الكويت، جو الكويت ما عندك جو حلو بلبلشته، وأيام معدودة يعني. صحيح. هم قعدنا واجتمعنا ويا بعض، احنا الشباب اللي شباب كويتيين، احنا مسوين المشروع هذا، فسوينا الشركة هذه، وقلنا بنسويها اندور داخل، تكون مكيفة أساس انها تخدم الشباب طول فترة الموسم، يعني ما لها موسم معين، خلاص تكون. وسوينا المشروع هذا اللي هو ديزار سنايبر، بس احنا سويناه بطريقة انه مو الكور هذا، متطورة اكثر، وخذينا الفكرة من الشركات اللي احنا كنا نتعامل وياها، ليزر، ليزر تاج، اللي هو ما في خطورة، زيرو خطورة على الشخص بالليزر. بالليزر، وهو ليزر اي ار، ترى نفس ما الريموت، يعني ما في خطورة على الشخص. احنا الحين الاول ناس بالشرق الاوسط، الكويت سوت اللعبه هذه، والخامس بالعالم ما شاء الله. محمد، تكلف اللعبه هذه كمعدات مكلفه؟ تكلف بالنسبه حق اذا انت بتقتنيها، خلينا نقول كبينت بول او اير سوفت. البينت بول هي عباره تستخدم طلقات الدهان، واغلب الطلقات هذه معموله من مواد مصاحبه للبيئه، ما تضر البشره والامور هذه كلها. وفي عندك الاير سوفت، عباره عن كور صغيره للخرز، بس اليوم احنا جايين بالاي ار اللي هو الليزر. هذا الليزر ما في اي نوع اضافه على، خلينا نقول قاعد نواكب التطور يعني. هي اول شيء كانت البينت بول، انتقلت بعد سنين صارت الاير سوفت، واليوم قاعد تستخدم موجات الاي ار. فبالنسبه حق التكلفه كشخص يبي يقتني المعدات، انت تقدر تبلش من 150 ليل 1500 دينار على حسب المعدات والامور اللي تبيها. فخلينا نقول ما في لها كهوات وايد بالكويت مثل خلينا نقول بامريكا. بس حلوه مغامره يعني احنا نروح برا اساس ندش مثل الالعاب هذه. صح. احنا للاسف يعني قاعده متخلفه، يعني مو ذاك التطور. بالضبط. للاسف احنا يعني حتى بالكويت يعني نفتقد للامور هذه كلها. صح. اللي خلينا نقول الاماكن الترفيهيه جدا نادره. بالضبط. يعني وخصوصا يعني قاعد يترفي هذا، يعني نقول يوم وين الاماكن الترفيهيه بالكويت؟ ماكو. يا القهاوي يا بلشتها على البحر، وان شاء الله باقي الالعاب تفشل يعني. صح. فهي يعني الفئه اللي تجذب الامور هذه كلها اغلبها يبلشون الشباب من موضوع البلاي ستيشن. صح. اليوم البلاي ستيشن نفس الامور هذه، كول اوف ديوتي او باتل فيلد، العاب موجوده، والشباب قاموا يتفخر يعني يفتخر ان اقتنى السي دي. يعني تشوف مثلا بالتواصل الاجتماعي مصور السي دي حاطه ان انا اقتنيت السي دي هذا وراح ابلش العب. فالفكره جتنا الحين ان ننقل واقع اللعبه هذه الى لا، تعال انت البس المعدات، انت دش بالجيم، انت تحرك بدال قاعد بالبيت وحاط لك بلاي ستيشن. والفعل ترى بالساعات يجابلونه، خمس ست ساعات تلقى الشاب قاعد يجابل الموضوع هذا. كم تطلعون منهم؟
والله خير الحمد لله. فيها مردود أساس الشباب يسمعون يعني اليوم اليوم التجارة مهمة يعني تشارك في مشروع جديد يعني كب كيك ومطاعم في أمور كثيرة ممكن تجهل الشباب فيها فائدة. هي فيها فائدة بس الأكثر إحنا يعني تركيزنا كان نبي نطلع عيالنا من هالموضوع اللي قاعد ما يخافوا قاعد بس بنفس الوقت لما أدفع فلوس أبي إنكم أنت أكيد أكيد صح قاعد نستثمر إحنا أنا والله الفقرة من هذا أساس تدفع شبابنا يروح للتجارة يجيب أفكار جديدة ترى وايد أفكار وايد أنا ما قاعد نشوفها يعني أنا أؤمن إن بالكويت أي عمل ممكن يكون ناجح إذا يعني أخذته من جميع الاتجاهات صحيح إذا حطيت الفكرة وأهم شيء عندنا بالكويت العزيمة يعني أنت راح تواجه وايد صعوبات إن حتى باستخراج الرخص الأمور هذه كلها إذا تعلمني إذا تي طق بريك يقولون حكومة مول عندنا صيد والله في لا في وايد أمور للأمانة تخلص بنفس اللحظة وفي أمور لا التعسقل إن توجه خاصة في البلدية يعني تقدر تقول صح تقدر تقول أعطيتك الملخص تقدر تقول والشؤون بعدها على طول شوي الحمد لله يعني لليوم تشغيلنا سواعد كويتية الأمانة أنا توني جاي من ملعب وكانوا عندنا جروبات جاية من الجامعة كلهم شباب كويتي ومتجمعين واللي يقول لك أنا لعبتها بأمريكا وأنا لعبت مثلها بس مو بهالمستوى صحيح الملعب اللي سويناه على مساحة 1400 متر مربع داخلي وين مكانهم؟ بالري بالري جنب الأفنيوز جنب مجمع الأفنيوز فيقول لك أنا ما شفت المستوى بهالطريقة هذه ما شفت إنه يعني مثلا بأمريكا اللي هو الملعب الأول مسوين عبارة عن بغداد فالملعب عن بغداد اليوم إحنا مسوين حطيت الموصل بعد والرجال لا إحنا ما نشغل الموضوع هذا كله ما نشغل الموضوع هذا كله إحنا اليوم مسوين سبع مباني سبع مباني تحاكي ألعاب البلاي ستيشن نفسها والتكتيك والأمور والسالفة هذه كلها فإحنا بالنسبة لنا أي شخص ترى ممكن العشر سنين وهو صاعد يعني أمس أبو عياله جايين دشون ما شاء الله يقول لك أنا هذيلهم جابلين الجيم بالبيت شافوا الإعلان مالكم بالإنستغرام نبروح وفعلا دش معاهم والفكرة فيها زيادة إن أنت تجمع سكور يعني التطور اللي موجود 2016 هذا كله يبين إن والله فلان أصاب فلان ويبين عندك بالكمبيوتر واللي قاعد بالريسبشن برا قاعد يشوف الكاميرات اللي موجودة يعني نقول لعبة عائلية في حتى البنات قاعدين يلعبونها وهم قاعدين يعني كم تذكر العادة اللعبة في طبعا تراوح الحين راح ندخل سيستم جديد هم موجود حق الاطفال اللي هم من السبع للعشر راح يكون لهم سيستم ثاني وراح ندخلهم هم بعالم الالعاب اللي هو الايرومان راح يكون فريقين يهالي تبارون هذا اللي يلبسون ايرومان لونهم احمر هذا الايرومان لونهم ازرق ويلعبون وبوجود الاهالي يشوفون لعبهم كله عن طريق الشاشات وايد حلو السؤال الاخير لك تطلعاتك المستقبليه تطلعاتك المستقبليه ان شاء الله نبي يعني نزيد بالديره سالفه مشاريع الترفيه اي المشاريع الترفيه بس الحركيه يعني تنصح شبابنا يستثمرون في هالمجال والله انصحهم وايد يعني احنا هذا مكلفه اعتقد بالري هي شوي مكلفه بس فيها ان شاء الله مردود بس شيء حلو ان احنا مثلا الكويت تطلع اللي هي التغريبة الاولى بالشرق الاوسط والخامسه بالعالم بهالفكره بس عندكم واسطه انتم اللي يرخصوا لكم بالري يعطوكم لا فكره جديده المجمع كله ترفيه ترفيهي كله المجمع كامل ترفيهي مو على التراخيص مشكله الحرفه بس انا اتمنى لكم كل توفيق ان شاء الله يكفيكم 10 دقائق كيف فيكم نقعد مع بعض ان شاء الله انا ودي نفتح موضوع الترفيه في البلد باذن الله يعني انا ودي تكون انتم وراح نجيب شباب ثانيين يعني ايضا نسوي قضيه استثمار في القطاع الخاص اعطاء الفرصه لشبابنا ليستثمر والبلد محتاجه ترفيه ترى يعني صحيح. اليوم المرافق الترفيهيه جدا نادره يعني واليوم اشوى ان في مجمعات تجاريه ضخمه مثل اللي قاعد تكلمون عنها قاعد تعطي فرصه في التراخيص والامور هذه على اساس أخوي منصور أنا شاكر لك أخوي محمد ما شاء الله عليك طولتك حلوة منصور أتمنى لكم كل توفيق إن شاء الله قريبا نشوفكم في حلقة وجه لوجه نتكلم عن موضوع الترفيه بإذن الله مشكورين على حضوركم أعزائي المشاهدين فاصل ونروح لبرنامج وجه لوجه معنا اليوم مرشح الدائرة الثالثة الأستاذ حمد التويجري راح نتناقش معه كثير من القضايا السياسية فاصل وارجع لكم